على المصاعب تفتحت عينا بختيار خان السائر في عقده الرابع من اللجوء. نشأ وتزوج وأنجب في هذا المخيم الواقع في العاصمة الباكستانية إسلام أباد. ملامح هويته تتحدد من أفغانستان التي يزورها لماما وباكستان التي يقيم بها. أعمل في سوق خضار مجاور حمالا بعربة يدوية وأكسب يوميا ما أعيل به أسرتي. ولدت هنا ووالدي كبرا هنا وأشعر أنني أفغاني بالاسم. الظروف والأوضاع هناك صعبة ولا يوجد لدينا أراض أو أملاك كي نفكر بمغامرة عودة مجهولة. اللاجئون المسنون في هذا المخيم يعيشون غربة بحثا عن الأمان. يأتي اليوم العالمي للاجئين مجددا أملهم في عودة الاستقرار إلى وطنهم، وطن أنهكته الحروب المتعاقبة وشردت أبناءه. لدي 10 أولاد ولا نفكر بالعودة في ظل الظروف الحالية. لجأنا منذ حوالي 45 عاما، ولو كانت الحالة جيدة هناك لما جئنا إلى هنا من الأصل، ولكن إن تمت صفقة السلام بين الحكومة وطالبان فلن أتردد في العودة. تعد باكستان ثالث أكبر دولة مضيفة للاجئين في أنحاء العالم. ضعف اقتصادها وقلة دعم المؤسسات الدولية المانحة فاقم معاناة اللاجئين لا سيما الأفغان. تواصل باكستان استضافة 1.4 مليون لاجئ أفغاني منذ عام 2002. عاد حوالي 4.4 مليون لاجئ أفغاني إلى أفغانستان في إطار برنامج العودة الطوعية. نثمن استضافة اللاجئين الأفغان طيلة 4 عقود وسنواصل دعم جهودها الإنسانية المتميزة. بدأت حكاية نزوح الأفغان من الحرب السوفيتية على بلدهم مرورا بالحرب الأمريكية وليس وقوفا عند نزاعاتهم الداخلية. منهم من أغرقه اللجوء ومنهم من احتفظ بأمل العودة منذ 4 عقود من الزمن، فترة في مثل قضيتهم ثبت أنها تزيد ولا تنقص، وهو ما يبدد أحلام العودة لدى كثير منهم. بلال الأصقل، العربي، إسلام أباد.